هيسمح اهلا بيكم وازيكم يا جماعه، النهارده هنرسم عماره. يلا بينا نشوف هنرسمها ازاي. تمام يا جماعه، انا يعني انا ضيف معاها، انا حمزه. هي عامه انا ببقى ضيف، وساعات هي اللي بتبقى ضيفه، هي جيده. ساعات في ماينكرافت هي اللي بتبقى ضيفه. تمام، ايوه بترسم اهي. فريدة جديدة جديدة، ينفع جديدة يعني تبني يعني جديدة أرض العدائب، يعني اللي هو بيت على سطل سما، بيت على سطل هرم، صدر على سطل بيت. ينفع ترسم أرض العدائب يعني زي شخصيات خيالية. يبقى هنعمل أول حاجة علشان نعمل على شكل بيراميد، نعمل كده. قولي هرم أحسن مش بيراميد. بعد كده 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 احنا بس عشان نعمله فريدي. مبسوط قوي ان هو كلها من بيت كده، وكانت الدنيا بدأت تفوق دو. تمام اهي، احنا عملنا شكل بيراميد، نعمل كده. تمام، كده كده احنا ظبطنا كده. ماشي، تمام يا جماعة، انتوا لو شايفين انا طبعا يعني بتكلم على الموبايل وبصور على الكاميرا. اللي انا وصلت دلوقتي دي الكاميرا وعمال اصورها، وهي انا بتكلمها على يعني الموبايل. انا بقدر تمام، ممكن انتوا تقدروا تعملوا شكل تاني. انا عملت شكل تاني برضو، انا عملت شكل تاني لكن مش دي كده زايد. بس عارف هو بينزل ويقف. هو انت من امتى اتعلمت الثري دي؟ يا ده بقى على اخر مره، انا اخر مره انا يعني عامه من السنه اللي فاتت قلت لها، اتحديتها انها يعني تعمل لي رسمه شريط جديد. دلوقتي يا جماعه احنا خلصنا البيت والعماره، دلوقتي بقى هنبدا نعمل زي تويت كده، حاجات دلوقتي موجود على طول ياخد اللقطات ويمشي. نعمل كده. ده انت ما بتشوفوش هنا بيت في الشارع عندنا هنا. احنا كده عملنا ارضيه، دلوقتي هنعمل زي شجره. عارف عمل ايه هنا؟ كان في الكلام ده، المهم يخش مع عربيات ومع ناس يشوفوا. يعني جيدة ينفع جيدة يعني تقلبي الورقة، لأن اللي بتاع باينة بالقلوب مش بالشقلوب. عايز ينزلوا حاجة تاني، هم يصوروا وهم يشيلوا كل حاجة. باينة بالشقلوب؟ ويمشي والكلام ده. خلاص اتعدلت. انت السر قلبتي. تمام، كده اتعدلت. كده اتقلبت. ثبتي اللي بتاع. يعني الحاجات اللي شال بينزلوها له تاني بياخدوا. كده اهو. والله العظيم انا بعرف اقرا رسيمه، انا اقدر ارسم كده. بس عامة يعني مش بقدر ارسم بالحلاوة دي. انا عامة برسم احلى من كده. انا عامة يعني برسم زي انا وهي بنرسم زي بعض. انا النهارده رسمت حته رسمه الصبح. انت المفروض قفلت الحته صالح. احنا كده شكلها شطه يعني المحلات مطلع. دلوقتي انا كنت بص وارجع لكم بعد في دو. يلا بدأنا. دلوقتي يا جماعه انا عملت شورت، بص ليكم الفيديو. احنا دلوقتي كده احنا بنعمل الحتت البيضه اللي بتبقى في الشارع، او ممكن انتوا تلونوها بالاصفر. الاصفر اللي هيبقى احسن. هنعمل كده، وعلى فكره ممكن تعملوا بمسطره عادي، مش فاهم ان انا بعمل كده، فتعملوا من غير مسطره. انا كده خلصت اربعه، هكمل بقى كده. هو انا المفروض اعمل 16.
او اكتر على فكره عادي. لا تعملي على طول الطريق، مش لازم على 16. ايوه انت تعملي 10 ساتليت. هو حمزه صح برو، وفعلا ممكن اي حاجه. هو باين الشاشه كويس يا حمزه؟ اه الحمد لله. 3 دو يلا دلوقتي احنا خلاص اختصرنا ليكم الحته، واديني عملت ليكم الستريت. احنا دلوقتي عملنا شجره والفلاور، يلا بينا دلوقتي نبتدي تلوين. احنا عندنا دلوقتي هنحتاج بلو فاتح هنلون بيه الشبابيك. طب لو سمعت يا جيدة ينفع تبين لي العمارة؟ أهو كده مش باينة يعني، لو سمحت كده مش باينة كده. كده رسمة الله بينك. يلا بدأين. طيب احنا هنحتاج بيبي بلو وهنحتاج يلو دلوقتي، يلا بينا. وبلاك بلاك هيبدأ النايم كده مش هينام بالليل. اه بلاك عند يلا دلوقتي احنا هنبتدي نلون. بصوا كده طبعا يا جماعة انتوا لو عايزين تلونوا بالخشب عادي، انا بس عايزة الون بالفلوماستر. انا عامه عندي فلوماستر وعندي خشب وعندي ترايونز وعندي كل الانواع وميه، عندي كله. انا عندي كل حاجه بس الوان الميه عندي في المدرسه. انا عندي كل حاجه الا اللي هو يعني الوان الريشه. احنا كده خلصنا دلوقتي ده، هنقفله تمام. دو بدأنا تمام. اه كده دلوقتي احنا بنلون. تمام طبعا يا جماعه، دي ده عملت ارض العجائب قوي، ابدعت في عمري وصفت عمر صفر. تمام اتفضلي يا عائشه تتكلم. اتفضلي يا عائشه تتكلم. ازيك يا ديدا؟ ازيك عامله ايه يا عائشه؟ الحمد لله. ينفع لولا؟ يلا كلمي. ازيكم النهارده هنعمل ايه؟ جينا بترسم. هتسمع عمارة؟ طبعا يا لولا، طبعا يا لولا. انا وجينا صورنا كذا فيديو قبليتي، صورنا ماين كرافت وفيديوهات كتيرة. ايوه هي عارفة، هي كانت قاعدة جنبي بالظبط. تمام. بعد العمارة دي لو سمعت دي ينفع يعني تلوني الطريق بأسرع حاجة عندك، تلوني سريع أوي والعمارة تعمليها بسرعة، لأن احنا يعني بعد الطريق هنقل هنقفل الفيديو عشان ما يطولش أوي يعني. لو سمحت يعني هو يعني فيديو يعني 9 دقايق 9 10 دقايق، فاحنا العشر دقايق بالنسبة لنا طويل لأن احنا لسه بنبتدي، فاحنا العشر دقايق دي أطول حاجة عندنا عشان احنا لسه يعني بنبتدي أول يعني مسهير يعني إن شاء الله. أيوة
هنعمل يعني بقى بالعشرين دقيقة ويباصل حاجة 40 دقيقة هيتون أعلى حاجة مثلا. بس احنا لسه بنبتدي صح يا زيدا؟ العزمة دي عمارة وتكون فيها الأشجار وشارع، لو انتوا عارفين بقى إن هي دي عاملة زي حاجة زي القصر كده بس بتكون هنا. طيب احنا دلوقتي خلصنا كده أول حتة. تمام يا جماعة، خليكم عارفين إن احنا هنخلص بسرعة. هو عامة انا مثلا الساعة عندي بساعة، فالمساعة اللي انا فضيتها 14 دقيقة او ثانية، دلوقتي الفيديو بقى له 11 دقيقة. تاني خلاص يا زيدا، تاني خلاص الفيديو هيقف. طيب لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويوصل الفيديو لألف لايك علشان نعمل فيديوهات أحسن من كده بكتير. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة. لا ثواني، أنا عايز أقول لهم على حاجة، احنا مش عايزين 1000 لايك، 1000 لايك ده قليل، احنا عايزين بس 1000 سبسكرايب، احنا عايزين 15000 لايك، احنا عايزين 15000 لايك وعشرة وعشرة تلاف او خمس او 15000 سبسكرايب لايك. تمام، فيلا باي، متنسوش اللايك والسير والسبسكرايب. يلا باي باي.